يعني 7/1 بصيرنا 3 شهور وضع صعب، يعني ما حدش مفكر فينا. يعني يعني اول ما اجينا هنا اول 15 يوم الخضره ما لقيناهاش، المي ما لقيناهاش، الحمامات ما لقيناهاش، يعني صعب جدا جدا اول ما جينا صعب. يعني حد واحد مش عارف ايش تقول، واحد يقول حسبي الله ونعم الوكيل علينا، بس على كل واحد امر علينا وبس. شايف الميه كيف طلع؟ طول النهار ماسكين الميه، كل ما بتيجي الميه تجمعها. اجت مؤسسه قلنا لها بدنا شادرها من القذائف، انفجر عندنا في البيت، هاي شايفين الميه موزع على الفاضي، ما حدش الا تقول يا رب وبس. غير ربنا ما حدش بينفعك، الوضع على طول صعب جدا. الواحد نزوح، الواحد بيقول نزوح الواحد بيتحملها، اما قصه المطر والبهدله الواحد ما بيقدرش يتحملها. يعني طول الليل بتلاقي بتغطي في الولد في هذا وبتجيب في هذا، الميه يعني انا تقول انا يمكن اصلح من غيري، والله توحت يمكن لقيت شفتها توي بتقول بدي الكريك يا خالته يسحني من المطر، ودي والله يا خالتي الكريك مع الشباب واجب في حد ماخذها. هات السيجارة يا بني خاتم للمنتصر. ما وديش يا عبد انا طلعت من الشاطئ بالترنج الاحمر هذا، شريت هذه من حمد ولهالقد ما دفعتش حقها. انا طول الشهر وانا بلبس البلوزه هذه، انا في داري كل يوم 4 مرات بتغسل وببقى طول النهار منقوع في البحر. ما بالك انا لي شهر ما تحممتش تحميم، ما تحممتش. خيمة ادينا حق 500 شيكل خشب، وابو خالد الغول بارك الله فيه تبرع لنا ب 200 شيكل نايلون. احنا مش عايشين يا عمان، احنا انا داري 5 طوابق في الشمالي. اليوم انا عايش على رمل. وانا مصاب في 87. عندي مفصل رايح. سكر، ضغط، رجلي انحرقت وبدها يمكن بتر، يمكن اذا هذا اذا الله بيقدرنا هذا. سكر وضغط وكل حاجه معايا، يعني حاوي كله. هينا بنيجي على التكيه بنبعث الاولاد 5 تنفار يجيب هذا صحن طبيخ سوا عشان نحوشهن عشان اقدر اطعم اولادي. حكى حكى يجي يشوف اللحم بس اجيبها انا عندك. لا لا كانت بعيد عني المر. هاي عشان الدنيا شتا فيش وقيد، الوقيد كله ميه مش راضي النار يصير كويس. الخبز اه والله معاناة الشتاء، وربنا يا ربي يفرجها وربنا يحلها. الاولاد الصغار صابهم اسهال وصابهم نتق وصابهم قحه وصابهم رجفه من الشتاء ومن السقعه ومن البرد ومن قلت الغوطي وقلت الملابس. ما فيش يعني عيانين، صدورنا بتجعنا من قلت الدفى، فيش دفى. المي عن روسنا من فوق، وان شاء الله يا رب خير، ان شاء الله بنكمل يومنا. نخبز والله للناس، الناس بجنوب نخبز لهم، ما فيش كهرباء يخبزوا، وين بدهم يروحوا الناس؟ لاقيهم بجنوب نحمزه هيك بنلملم شريطه نايلون حاجه بنحمل فرن فيها وبنولع، وبنلملم وقيد من تحت الشجر من نواحي المصريين ومن نواحي خان يونس، والله وطخ عروسنا من المواقع بنروح ومن الشوارع بنلملم وبنحمل فرن وبننور للناس وبنخبز زي ما انت شايف بيطلعش كويس. ها ها يعني خبز مش كويس وبنقول كويس، يلا منيح نعمه بمشي. بجد والله زهق، بفتح علينا هي الشغله، هي الحياه، هو الاشي. يعني لا تحميم لا تغسيل لا صلاه زي الناس، لا ايش بدي اقول لك، ما فيش شيء، فيش شيء يعني من مقومات الحياه بالمره. ها يعني وقتش عن جد يصير هدنه ونروح على دورنا؟ خيم بس نكون احنا في قلب دورنا، في قلب منازلنا حوالين حالنا. يعني فيش حمامات، فيش ميه، يعني ان شاء الله بتخلص ان شاء الله يا رب.